أرحب بضيفتي الكريمة السيدة ميرنا رضوان الكاتبة والباحثة السياسية التي انضمت إلي أيضا من بيروت. أهلا بك معنا في ملف اليوم. وسيدة ميرنا، السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أكد أن المرجعية الأمنية في الجنوب ستكون للجيش اللبناني، أهو بقادر على هكذا مهمة على أرض الواقع؟ مساء الخير لكم جميعا، وحي سعادة النائب على المداخلة. كنت عم بسمعها، وسبق وأشرت في مداخلة معكم سابقة أن هذا الاتفاق للأسف النواب اللبنانيين لم يحصلوا على لم يتم نقاش هذا الاتفاق مع النواب اللبنانيين. سأجيب على سؤال حضرتك، ولكن أريد أن أنوه بكلام الدكتور نجاة التي ذكرته منذ قليل، أن هذا الاتفاق للأسف هو مبهم بالنسبة للبنانيين. يعني طالما أن الدستور اللبناني يعطي الحق لرئيس الجمهورية ببت هذه الاتفاقات أو القرار النهائي بهذه الاتفاق هذا النوع من الاتفاقيات، ولكن نحن اليوم نعيش فراغا رئاسيا كما تعلم، وبالتالي تذهب هذه الأمور حكما إلى قد يقول البعض الوضع الاستثنائي أتى باتفاق استثنائي نظرا لضرورة وصعوبة اللحظة. يعني طبعا نحن طبعا نريد وقف إطلاق النار، ونريد أن نصل إلى هذا إلى حل يوقف هذه الكارثة التي حلت بنا طبعا، ولكن طبعا نحن بحاجة أيضا، ومن حق النواب الذين يمثلون الشعب اللبناني معرفة تفاصيل الاتفاق، خصوصا صحيح وأن هناك نوعا من التضليل الإعلامي حتى في لبنان على بنود وتفاصيل القرار 1701. نعم، أعود مرة أخرى إلى سؤالي. سؤالي كان عن نعم. المرجعية الأمنية ستكون في الجنوب للجيش اللبناني فقط، هل هو بقادر على أرض الواقع على هكذا مهمة؟ طبعا الجيش اللبناني قادر ولكن هو طبعا بحاجة للدعم المعنوي والمادي واللوجستي لتحقيق أو لإتمام هذه المهمة. أيضا هو بحاجة أن يكون هناك ثقة لدى الجنوبيين اليوم الذين اعتادوا أن يكون القوة الموجودة فعلا على الأرض هي قوة الأحزاب، قوة حزب الله وغيره من الفصائل أو الجماعات المسلحة في لبنان، والتي هي كان لها مفهوم خاص خارج عن نطاق الدولة والجيش والمؤسسات. وهنا يعني نعول على الجيش، طبعا الجيش اللبناني جيش قوي، جيش متمسك بأرضه، لديه إنجازات في تاريخه كبيرة جدا، حارب الإرهاب وحارب يعني تصدى لعدة محاولات خرق ومحاولات زعزعة في لبنان، وكان خير من يعني جيوش. وبالتالي أنتم تأملون منه الكثير، وأنه على أرض الواقع قادر كما أشرت في السؤال.